سلط الضوء على تقويض التحالف للحكومة وتوقف قتال الحوثيين والانتهاكات خلال 2019. ما الجديد في تقرير الخبراء؟ وما تأثيره على موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة في اليمن؟ أهلا بكم. أطلق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تقريره السنوي للعام 2019 بشأن الأزمة اليمنية التي تمر بعامها الخامس عقب الانقلاب والتدخل الخارجي. التقرير الذي تناول الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي حوى حقائق وأرقاما حول مشهد الحرب في اليمن وأثارها الإنسانية الكارثية. التقرير أبرز في بند مستقل طبيعة العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية والشواهد التي قوضت أداء الحكومة خلال العام في مناطق سيطرتها وسيطرة التحالف. كما سلط التقرير الضوء على تبعثر القوات في مناطق الشرعية ما بين حراس الجمهورية والأحزمة الأمنية والنخب المناطقية وقوات الجيش في مقابل قوات الحوثيين التي تشكل قوة عسكرية وأمنية تحت قيادة موحدة. إذن ما الذي سيترتب على التقرير الأممي محليا ودوليا؟ هل تبني الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مواقفهم بناء على هذه التقارير؟ وما هو موقف التحالف وتحديدا السعودية إزاء تقارير أممية تؤكد مرارا وتكرارا وجود أهداف مشبوهة لتواجدها في اليمن؟ مرة أخرى يقدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن رؤيته الكاشفة عن عمق الأزمة اليمنية وتعقيدات أدوار أطرافها المحليين والإقليميين. في تقريره النهائي للعام 2019 كشف الفريق الستار عن الوضع الكارثي في اليمن، وأوضح بالأرقام والتفاصيل حجم الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون خلال العام الخامس من الحرب والفوضى التي باتت تحكم المشهد اليمني. يسلط التقرير الضوء على حقيقة عدم قدرة الأطراف اليمنية على حسم المواجهة لصالحها من خلال الإشارة إلى توقف إنجازات الأطراف ميدانيا عند الحدود التي حققها كل طرف قبل 2019، لكن نتائج هذا التوقف تختلف عند طرفي المعادلة. فبينما تشهد الشرعية مزيدا من التحلل والصراعات الداخلية، استغلت ميليشيا الحوثي الهدوء النسبي في العمليات العسكرية لترسيخ سلطتها في المناطق التي تسيطر عليها وكسب العديد من المواجهات كما حدث في منطقة حجور بحجة. مرة أخرى يشير التقرير إلى تحول مهمة التحالف الذي تقوده السعودية من دعم الشرعية إلى تقويضها، مسلطا الضوء على أحداث أغسطس الماضي التي على إثرها خسرت الحكومة سلطتها الهشة في العاصمة المؤقتة عدن لصالح الجماعات المدعومة من الإمارات. ليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها خبراء مجلس الأمن على دور دول التحالف في تقويض سلطة الرئيس هادي وحكومته المدعومة دولياً، لكن الملاحظ أن هذا الأمر لم يحدث أي تأثير على سياسات المجتمع الدولي تجاه ممارسات السعودية والإمارات إلا بالقدر الذي يعزز من حضور ميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع وكأنها مهمة واحدة يتقاسمها الطرفان وحماية حقوق الإنسان في اليمن. يوفر التقرير فرصة جديدة لحكومة هادي للتحرك السياسي والقانوني لصالح القضية اليمنية، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن الضعف الذي أصبح يفتك بجسد الشرعية بات يشل قدرتها على فعل أي شيء من شأنه العودة بالأزمة اليمنية إلى مسارها الطبيعي. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أهلا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخي محمد، أخي وجيه، ومساء المشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله. إذن أستاذ ياسين، فيما يتعلق بتقرير فريق الخبراء الدوري، ما هي أبرز النقاط التي رصدتها فيه ولها يعني ما الجديد الذي حمله بالأصح؟ هذا التقرير طبعا سمعنا عنه منذ وقت، يعني هو يعني رشحت منه معلومات، بعضها يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية وتضمن حقائق جديدة، تضمن شبه تأكيد بأن الهجمات لم تأتي من الحوثيين وإنما من أطراف أخرى، يعني أو قال بما معناه أن الحوثيين ليسوا هم من ضربوا هذه المنشآت. في التفصيلات الداخلية المتعلقة بالداخل اليمني أثار قضية الأجهزة الأمنية
التي أنشأها الحوثيون، وفي هذا مؤشر خطير جدا على طبيعة السلطة التي تتكرس في صنعاء، وهي سلطة لا وطنية وسلطة بلون واحد وسلطة تعلن بشكل صريح وواضح رفضها للشراكة وللمواطنة، سلطة بهوية طائفية، سلطة بهوية عقائدية مشدودة لمشروع إقليمي معادي للمنطقة. تحدث عن تفاصيل المواجهات وطبيعة العلاقات والصراع، وقدم السلطة الشرعية طرفاً مشلول الإرادة يتعرض للمؤامرة بشكل صريح وواضح من جانب التحالف. يقدم الشرعية كسلطة متآكلة، يعني تفقد دورها ووزنها وتأثيرها على الساحة الوطنية بشكل مستمر ومتسارع، وطبعا يضيء على طبيعة المواجهة التي تدور على الساحة اليمنية بين أطراف الصراع سواء الحوثيين أو القوات التابعة للسلطة الشرعية. والأجندة التي طرأت على الأزمة اليمنية المتمثلة في تصاعد نبرة الانفصال ضدا على الدولة اليمنية التي جاء التحالف من أجل الانتصار لها، ويبين بشكل واضح أن التحالف متورط بشكل كبير جدا في تقوية نفوذ هذه العصابات الانفصالية التي ترسخ دورها اليوم وفي تقرير مصير الدولة اليمنية عبر اتفاقات، وهي اتفاقات بطبيعة الحال تتناسخ بشكل مقصود من أجل تفكيك الدولة اليمنية ومصادرة الولاية الدستورية والشرعية لهذه السلطة، وتمكين هذه القوى من تحقيق أهداف الثورة المضادة على الساحة اليمنية. نحن أمام حقائق كثيرة عكسها التقرير، وبطبيعة الحال التقرير الأممي لم ينقل الصورة كاملة، لكن هذا ما تمكن الخبراء الدوليون من الوصول إليه وعكسه في تقريرهم. وأنا لا أعتقد حتى أن السلطة الشرعية يمكن أن تبني على هذا التقرير وعلى النتائج المتوفرة فيه، لأن السلطة الشرعية لم تبني على تقرير يتمتع بالجرأة صدر عن فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن، وأطلق توصيفات في السابق طبعا قبل عامين، أطلق توصيفات دقيقة على المتقاتلين، مثلا الفصائل التي تحركها الإمارات وصفها بأنها قوات تقاتل بالوكالة بمعنى أنها قوات مرتزقة، ومع ذلك لم تبني السلطة الشرعية على النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء، ولم تستفد من هذه النتائج في تقوية موقفها وفي إعادة ضبط بوصلة المواجهات العسكرية على الساحة اليمنية بما يفيد أو يدعم أهداف التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. طيب، فيما يتعلق بهذا التقرير، بعض المكاشفات أو بعض المعلومات التي وردت بالأصح تقول أن التحالف لم يقدم الدعم الكافي للحكومة الشرعية، بل ويقوم بتقويضها حتى وصلت إلى حد العجز. هذه الشهادة عندما تأتي أو هذه المعلومات عندما تأتي من فريق أممي، ما الذي تعني؟ هي طبعا توفر غطاء كاملا لمحاسبة، وهذه المحاسبة إن لم تقم بها السلطة الشرعية فينبغي أن يقوم بها الشعب اليمني والقوى التي تتشكل منها معسكر الشرعية، وينبغي أن تكون هناك محاسبة ومحاججة مبنية على هذا التقدير. المحاججة طبعا ينبغي أن تتجه بشكل مباشر ضدا على كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تريد أن تبقي الأوضاع على ما هي عليه، رغم أن الأمم المتحدة اليوم عبر خبرائها تقول بأن التحالف لم يأتي لدعم السلطة الشرعية، بل على العكس من هذا، هو اليوم يعمل وبشكل متواصل على تقويض نفوذ السلطة الشرعية وتفكيكها وتجريف نفوذها من على الساحة ومنعها من ممارسة دورها القانوني والدستوري على الساحة اليمنية، وهو يمارس ما يمكن وصفه باحتجاز لرأس هذه السلطة في العاصمة السعودية. وأعتقد أنه يعني إقرار كهذا من خبراء دوليين ينبغي أن يبنى عليه، ولكن للأسف الشديد
السلطة الشرعية كما قلت لك لن تبني على هذه النتائج، لا لن تحاول الاستفادة منه، لا لا لا، وليس لديها رغبة في تحريك ملفات من هذا النوع. للأسف الشديد هناك قيادة مشلولة، هناك قيادة أنا يعني إن لم تكن مشلولة، إن لم تكن فاقدة للخيال وللإرادة، وإن لم تكن عاجزة عن التصرف بما تملي عليها مسؤوليتها كقيادة، فهي في يعني في 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 مستوى آخر، ربما تكون متواطئة، ربما تكون متآمرة، ربما تكون تمارس هذا النوع من التغطية على الدور التدميري الكارثي للتحالف بقصد تحقيق الأهداف والمشاركة في تحقيق الأهداف. يعني لا يمكن لرأس السلطة الشرعية أن يبقى طيلة هذه الفترة ولم يستكشف بعد طبيعة الدور الذي يقوم به التحالف، اتفاق وراء اتفاق، وهذه الاتفاقات لا هدف لها سوى اقتضام ما توفر للسلطة الشرعية من صلاحيات بناء على الاعتراف الدولي بها كسلطة شرعية وحيدة على الساحة اليمنية. ومع ذلك أطراف تعمل على اقتضام هذه الصلاحيات وإعادة توزيعها على الأطراف المتمردة، سواء كانوا الحوثيين عبر اتفاق الحديدة أو الانفصاليين المدعومين من الإمارات عبر اتفاق الرياض. هذه محاولات صريحة لاقتضام صلاحيات السلطة الشرعية، مثلما كان اتفاق السلم والشراكة محاولة صريحة وواضحة لإجهاض ثورة 11 في فبراير وتقويض مكاسبها السياسية والديمقراطية. وقد تبين أن ذلك الاتفاق حتى لم يحترمه الحوثيون فيما بعد، بعد أن حصلوا على ما أرادوا الحصول عليه من مكاسب سياسية، وبعد أن أسقطوا النظام الانتقالي، وبعد أن أصبحت الإمكانية الدولة كلها تحت تصرفهم، لم يعودوا بحاجة لهذا الاتفاق. اليوم تتكرر نفس السيناريوهات. طيب في معرض الحديث عن اتفاق الرياض وعن دور التحالف، دعنا يعني نشك معنا في الحوار اللواء مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض وهو سعودي الجنسية. ورحب بك سيادة اللواء. إذن تقرير لجنة الخبراء يقول إن التحالف لم يقدم الدعم الكافي للحكومة الشرعية، بل ويقوم بتقويضها كما أشارت بعض الفقرات حتى وصلت حد العجز. كيف تجد هذا التوصيف؟ مساء الخير. أهلا بك. تحياتي لك وضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. أنا اطلعت على التقرير، ويجب أن يكون عندنا قناعة أنه ليس كل ما يكتب يعني صحيح بشكل كامل، أو ليس كل ما يكتب أنه غير صحيح بشكل كامل. لا بد هناك من اتجاهات، سواء لمن يكتب أو لمن ينقل معلومة أو ما إلى ذلك. موقف التحالف واضح من دعمه للشرعية منذ يعني اليوم الأول لمشكلة تمدد الميليشيات الحوثية في اليمن. موقف التحالف، احنا لو يعني اطلعنا يعني قرأنا بحيادية وكنا على الأرض، قدم يعني كثير من أرواح أبنائه، قدم كثير من الدعم العسكري، ترفق يعني من الدعم الجوي. الطلعات الجوية الوحدة فاقت حرب الخليج يعني بالعدد وبالكمية، قدمت إلى ذلك المساعدات الاقتصادية بالمليارات، قدمت يعني الدعم الإنساني، مركز الإغاثة للملك سلمان، وكيف يعني كان يعني ولا زال يوزع يعني كل شيء على المواطن اليمني حتى بغض النظر عن انتمائه. يعني التحالف قدم أشياء كثيرة يجب ألا نهضم حقها، وإذا كان هناك سلبيات أو كان هناك أخطاء فلا يوجد عمل مكتمل ولا يوجد موقف مكتمل، والمكتمل هو الله سبحانه وتعالى. لا بد هناك من الأخطاء، لا بد هناك من السلبيات، لا بد هناك يعني من بعض يعني من التفسير للآخرين لبعض المواقف، يعني تفسيرها بشكل سلبي. يعني فأنا التحالف لا أعتقد، أنا من وجهة نظري، أنه قصر في دعمه للحكومة الشرعية أو لليمن. احنا يجب ان نعرف انه حتى المناطق التي لا تصلها العربات كانت طائرات القوات الجويه من السعوديه تسقط المواد الغذائيه على المواطنين اليمنيين والمساعدات الطبيه. المراكز الطبيه انشات يعني في كثير من الاراضي اليمنيه لمساعده المواطن اليمني. يعني كم تحملت المملكه العربيه السعوديه من الهجمات الحوثيه ومن الصواريخ ومن ما الى ذلك. يعني احنا لكن التساؤل سيادة اللواء، يعني يقول كثير من اليمنيين، لماذا يعني هدم كل هذا البناء الذي تتحدث عنه
ليصبح كما يعني بشهادة تقرير لجنة الخبراء تقويض الحكومة، محاولة يعني حتى الحكومة الآن وصلت إلى حد العجز. عزيزي احنا يجب أن نفكر بعقل وبمنطق. التحالف والمملكة العربية السعودية ما هو في مصلحتها أن تقوض الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي التي معترف بها دوليا ومعترف بها في الأمم المتحدة، والجميع لا يعترفون ولا يعترف بالميليشيات الحوثية إلا إيران، والجميع يعلم ذلك. أنا من وجهة نظري يعني ووجهة نظر الكثيرين أن تواجد الحكومة الشرعية في اليمن، في داخل اليمن، أن تكون قريبة من القوات المسلحة اليمنية، وأن تكون قريبة من المواطن اليمني، وأن تكون قريبة من الإشكالات الموجودة على الأرض، وأن يقوم يعني الوزراء ورئاسة الوزراء وما إلى ذلك والرئيس اليمني بدورهم على الأرض اليمنية. ولكن يجب أن نبحث عن تفسير آخر. إحنا نعرف أنه يعني مع طول مدة الحرب كثرت المشاكل، ومن ثم خرج علينا قبل فترة المجلس الانتقالي، وهناك نشاط تنظيم القاعدة، وهناك الاستهدافات، وإحنا رأينا كيف الميليشيات الحوثية استهدفت كثير من المباني العسكرية ومن مبنى وزارة الدفاع ومن المتخرجين يعني عندما استهدفوهم. ولربما نفكر، وأنا أقول ربما، أنه الخشية على القيادة السياسية من أن تذهب ثم تستهدف ثم لا يكون هناك شرعية تمثل الشعب اليمني أمام العالم، ويكون هناك في خطورة في تواجدها على الأرض اليمنية، وهذا يعني ربما وجهة نظر. ولكن أنه إحنا منحى يعني متطرف ناحية اليمين ونتهم التحالف أو نتهم فبس بأنها تقوض السلطة الشرعية، يعني ما هو من مصلحتها تقوضها، ليس من مصلحة لا التحالف ولا من مصلحة المملكة العربية السعودية تقويض السلطة، بالعكس من مصلحة المملكة العربية السعودية أن يكون اليمن قيادة موحدة كاملة. ولو لم ترغب في ذلك لما كانت قامت يعني اجتماعات الرياض عندما حاول المجلس الانتقالي أن احنا زي ما شفنا كيف انه يعني كان يتحرك في اتجاه انه ينفصل الجنوب، وكيف انه وحاولت يعني بدون استخدام السلاح وحاولت رابط صدع ما بين الاخوة اليمنيين، وكان حديث الاعلام انه يعني اجلوا مثل هذا الاشكالات حتى يتم تحرير الشمال اليمني من الميليشيات الحوثية، ومن ثم اذا اتفق اليمنيين في الاخير على اي شيء لا اعتقد احد سيعترض ويمنع انفصال او اتحاد. طيب ابقى معي سيادة اللواء، ابقى معي سيادة اللواء، ما رأيك بما طرحه سيادة اللواء مسؤول؟ هو يقول كلاما منمقا، وانا اتفهم طبعا يعني دوافعه في هذا الحديث، شكرا له، شكرا لسيادة اللواء، لكن العبرة في النتائج، والنتائج كارثية حتى هذه اللحظة. مسألة أن تؤجل خيارات البقاء ضمن الوحدة اليمنية أو الانفصال إلى ما بعد مواجهة الحوثي، هذا فيه قدر من المراوغة والخداع للشعب اليمني، لأنه لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى في ظل حكومة مركزية ضعيفة جدا مهترئة لا تستطيع أن تسير الأمور. التحالف الآن يتصرف بشكل مقصود باتجاه تجريف نفوذ هذه السلطة الشرعية وإظهارها عاجزة إلى الحد الذي تبدو معه الأطراف المتمردة كالحوثيين والانفصاليين أكثر قدرة على المبادرة والمبادئة والتأثير في الشريحة الاجتماعية الواسعة من خلال فرض السلطة والنفوذ وبواسطة القمع. يعني هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سلطة تستعيد نفوذها بشكل كامل، وهذا الأمر غير وارد الآن وغير متاح. السلطة تتآكل، السلطة تضعف، السلطة يتم احتجازها في الرياض بشكل غير مبرر. لا يمكن الحديث بعد 5 سنوات من الحرب عن عدم وجود مكان آمن يمكن أن يحتوي الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته. أين ذهبت كل هذه الطائرات وهذه الهجمات والضربات الجوية التي لم تترك سلاحا إلا واستهدفته على امتداد الجغرافية اليمنية، لم تترك جسرا إلا وضربته؟ بعد كل هذه الضربات، بعد كل هذا العنف، بعد كل هذا التشريد، بعد الحصار الخانق المفروض على الشعب اليمني بحجة
عدم تمكين الحوثيين من الحصول على أسلحة، بعد كل هذا العناء، بعد كل هذا الظروف الصعبة التي واجهها اليمنيون، يأتي التحالف ويقول بأن عدن غير ملائمة لإقامة الرئيس وغير آمنة لإقامة. لماذا غير آمنة لإقامة الرئيس؟ لماذا لم تستعيد عدن دورها منذ اللحظة الأولى التي طرد فيها الحوثيون من عدن؟ لماذا جرى إفشال الحكومة الشرعية في هذه المدينة؟ لماذا جرى يعني إظهار هذه المدينة وكأنها مدينة محفوفة بالمخاطر وتعاني من أشياء كثيرة، بينما صنعاء التي استحوذ عليها الحوثيون تعيش وضعا أكثر استقرارا طيب منها من عدن؟ أنقل هذه الأسئلة إليك سيادة اللواء التي طرحها الأستاذ ياسين تميمي، وهي أسئلة كثيرة، يعني هي ليست أسئلة فقط، هي أسئلة كثيرين وكثير من شريحة واسعة إن لم تكن الأوسع في الجمهور اليمني أو الشعب اليمني بشكل عام. عزيزي، أنا يعني مع احترامي لضيفك الكريم، أنا قلت الرأي اللي أنا أؤمن فيه، يعني سواء كان الكلام منمق أو كلام عادي، وأنا يعني عندما سمعت وجهة نظره أتوقع أني لا أملك أن يعني أقنعه بكلامي ولا أنا أقتنع بما طرحه. يعني أنا بأطرح موضوع واحد، عندما مثلا نقول أنه التحالف محاصر الشعب اليمني ويمنع ويمنع ويمنع، التحالف يعني عملية منع الطائرات أو منع السفن التي تحمل أسلحة، التي تحمل أشياء يعني مواد تصنيع للأسلحة والطائرات والقوارب التي يتم يعني جلبها من إيران، لم يمنع التحالف لا الوقود ولم يمنع الغذاء ولم يمنع أي شيء في صالح المواطن اليمني. والميليشيات الحوثية هي التي ما كانت تؤخر هذا السفن في ميناء الحديدة وتمنع دخولها إلا بشروطها هي، وهي تضغط على المواطن اليمني في سبيل المنظمات الدولية تعتبر أنه التحالف. التحالف أقام عدة مراكز للإغاثة وعدة مراكز للإيواء، وأنا سبق وشرحت قبل قليل عن يعني المحور الاقتصادي والإغاثي بالنسبة للتحالف. عملية الحكومة، وأنا بديت وجهة نظري، أنا قلت يفترض أن تكون الحكومة على الأرض بجانب المواطن اليمني أيا كان اتجاهه، ولكن أنا لم أبرر، إنما قلت وجهة نظر ربما أنه لا تكون الحكومة آمنة بالشكل الكافي في أي منطقة من المناطق اليمنية. عدن تم استهدافها قبل فترة، تم استهداف مركز تدريب، تم استهداف الكلية العسكرية، تم استهداف تجمع الحفل اليمني بصواريخ. عملية التحالف طيب برأيك إذا كانت الحكومة غير آمنة سيادة لواء، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، إذا كانت الحكومة غير آمنة في مناطق سيطرتها، هل تتوقع أنه من المنطقي أن هذه الحكومة وهذا التحالف الذي أتى معها قادرين على إجلاء أو إخراج أو مواجهة ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتهم؟ أنا أعتقد أنه تم يعني إجلاء الحوثيين من حوالي 80% من الأراضي اليمنية، وعادهم إلى المنطقة، يعني إلى منطقة صنعاء وما حولها وعلى مناطق هم يتواجدون بها الآن. ولكن احنا نعلم كيف يعني كان الاستهداف بالصواريخ البالستية، كيف كان استهداف في الطائرات بدون طيار. على فكرة اليمن المجتمع القبلي اليمني متعدد الولاءات ومتعدد الاتجاهات، إشكالات كثيرة على الأرض، حتى الأرض التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثيين الآن هي أرض من الصعوبة لأي قوات عسكرية أن تتجاوز هذا المناطق الوعرة. التحالف خلال الفترة الماضية دمر كثير من مستودعات الأسلحة والصواريخ وما إلى ذلك، ومن الهجمات الحوثية على كثير من المناطق، ولم يستهدف لا مباني تاريخية ولا أثرية، ولم يدمر يعني جسور، ولم يدمر مطار صنعاء لم يتم تدميره من قبل التحالف، وبإمكانه أن يدمره بشكل كامل. فيجب أن نكون عادلين نوعا ما، ننتقد، نقول هناك مثلا سياسات خاطئة، نقول هناك قصور، نقول هناك سلبيات، نقول هناك مثلا تجاوزات، ولكن لا يعني لا نحاول أن يعني نمسح الصورة بشكل كامل بهذا الشكل. وبالذات عندما نقول إنه التحالف من مصلحته أن يقوض الشرعية، بالعقل يا عزيزي، ليس من مصلحة التحالف أي أن يأتي أي ضرر بالنسبة للحكومة الشرعية، لأنها الممثل الوحيد للشعب اليمني المعترف به دوليا،
وهذا لو تعود بنا الذاكرة إلى أيام حرب تحرير الكويت لوجدنا كيف حافظت قيادة التحالف في حين المملكة العربية السعودية على القيادة الكويتية ممثلة في سمو الشيخ جابر رحمة الله عليه وولي عهده داخل المملكة، حيث أنهم كانوا هم الذين يمثلون الشعب الكويتي في قيادة الشرعية حتى عادوا إلى بلادهم. شكرا لك إذن سيادة اللواء. شكرا لك سيادة اللواء مسرور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا على الهاتف من الرياض على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ ياسين، في سياق الحديث عن يعني هذه الشهادات، هذا الحديث الأممي عن ما يجري في اليمن، هذه التقارير المستمرة قبلها القرارات الأممية، لماذا لم تغير من واقع الشرعية بشيء؟ أين الخلل برأيك؟ الخلل يكمن في إرادة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي تقريبا ينظر إلى اليمن من خلال المصالح المتراكمة القائمة بينه وبين الدولتين المتحكمتين بالمشهد العسكري في اليمن، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات. المجتمع الدولي ليس في وارد تحقيق الأهداف السياسية المتسقة مع مصالح الشعب اليمني، أقصد الأهداف السياسية للمعركة. الأهداف المعلنة للتحالف هي تتطابق مع قرارات مجلس الأمن، ولكنها يعني لا تتحقق على أرض الواقع، ولا يبدي القوى المتنفذة الدولية في مجلس الأمن لا تبدي ذلك الحماس. اهتماماتها مختلفة تماما، ليس لها ملاحظات، يعني ليست معنية بإقصاء الحوثيين على سبيل المثال، لا تراهم خصما ينبغي التخلص منه فورا من الساحة اليمنية. صحيح أنه الخطاب الأمريكي، الإدارة الأمريكية تحديدا وليس المؤسسة الأمريكية، تغير باتجاه الحوثيين باعتبارهم جزءا من الأدوات الإيرانية المستخدمة في المنطقة، لكن هذا لم يمنع الإدارة الأمريكية من دفع المملكة العربية السعودية للدخول في حوار مع الحوثيين رغبة منها في إنهاء الحرب التي بدأت تداعياتها تنعكس بشكل مباشر على الواقع الأمريكي من خلال الضغوط التي يمارسها الحزب الديمقراطي وأنصار الحزب الديمقراطي بالكونغرس على الرئيس الأمريكي، ويمارسون من خلالها ابتزاز على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الغرب طبعا هو محكوم بصفقات التسلح وله رغبة في استمرار هذه الحروب في منطقتنا، وبالتالي هو يريد أن يبيع المزيد من الأسلحة. واليمن هي منطقة استنزاف مفيدة بالنسبة له، ولا يريد أن يصطدم مع المشتري السلاح الكبير الذي تمثله المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات. أيضا هناك أسباب أخرى تجمع كل هذه الأطراف لكي تتفق على أنه لسنا في عجلة من أمرنا لكي ننهي الأزمة والحرب في اليمن، منها على سبيل المثال أن شماعة الإرهاب، هم يعتقدون أن المواجهة في اليمن هي جزء منها يتجه نحو تقليص دور الأنشطة الإرهابية في اليمن، وترون كيف يتم توظيف العناصر الإرهابية المفترضة في خدمة هذه الأجندة. يعني عندما تقدم الحوثيون في نهم باتجاه مارب، كانت الطائرات بدون طيارة الأمريكية بالتنسيق مع الإماراتية تحلق فوق سماء مأرب لتعطي إشارة بأن هذه المنطقة هي منطقة أو ملاذ للإرهابيين. ثم بعد حوالي أسبوعين تقريبا تقوم طائرة أمريكية بقتل الريمي الذي خرج من جناح علي عبد الله صالح وعمل لصالح علي عبد الله صالح وظل أداة سياسية للأنظمة لنظام علي عبد الله صالح، ومن بعده السعودية، فهو كلف من قبل الأجهزة الاستخبارات السعودية لكي يشكل مع قادة آخرون الوحيشي وغير الوحيشي الذين تم اغتيالهم فيما بعد تباعا ما يسمى بتنظيم الجهاد في شبه الجزيرة العربية، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وهذه الخطوة أرادت من خلالها المملكة العربية السعودية أن تقدم انطباعا للمجتمع الدولي بأنها تمكنت من القضاء على الإرهابيين في ساحتها، مع أن الإرهابيين معروف أن قادتهم ومصدر إلهامهم الفكري هو المملكة العربية السعودية، فأرادت من خلال خطوة إنشاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والإيحاء بأن قيادات هذا التنظيم الآن استقرت في اليمن بأنها قد أنجزت مهمتها في مكافحة الإرهاب، وبالتالي هي الآن ستتولى التعاطي مع هذا الخطر الإرهابي الذي يهدد حدودها الجنوبية من خلال التنسيق مع نظام علي عبد الله صالح.
ولهذا رأينا كيف أن الطائرات السعودية اشتركت في حروب استعراضية تكتيكية شهدناها تخاض في أبيان وفي غيرها من المناطق في مواجهة ما يسمى تنظيم القاعدة، وكلها كان يتم بسبب بغرض المتاجرة السياسية. رأينا كيف علي عبد الله صالح دفع بكل العناصر المفترضة من تنظيم القاعدة للذهاب إلى أبيان للمشاركة في إعادة قيامة إمارة أنصار الشريعة هناك من أجل خلط الأوراق ومن أجل إظهار أن اليمن يمكن والعالم يمكن أن يدفع ثمنا باهظا إذا حاول إزاحته من السلطة. هذه الأدوات السياسية تستخدم بشكل بارع لإدارة الملف والصراع في اليمن على هذا النحو. لهذا تقارير الخبراء الدوليين ستبقى غير مؤثرة بالنسبة للإرادة الدولية، ولن تدفع بالأطراف الدولية المؤثرة لاتخاذ إجراءات باتجاه تصحيح ما يجري في اليمن وإعادة توجيه مجرى الأحداث بما يحقق أهداف اليمنيين في السلام والاستقرار وإنهاء مسببات الفوضى، ومن بينها بطبيعة الحال الإنقلابيين الحوثيين والإنقلابيين الإنفصاليين. في هذه النقطة دعنا نشك معنا في الحوار سيد براء شيبان الباحث الذي انضم لنا عبر الهاتف من لندن. أرحب بك سيد شيبان، هل تتفق مع الأستاذ ياسين فيما يتعلق بأن هذه التقارير في نهاية المطاف لن تجد يعني لن تؤثر في مسار التعامل الدولي مواقف المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية؟ تحياتي لك وتحياتي طبعا ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد الإشكالية الأساسية التي يتعامل بها اليمنيون مع المجتمع الدولي هو أننا لازلنا ننتظر أن الفعل ينطلق من المجتمع الدولي وردة الفعل تأتي من اليمنيين، بينما من المفترض أن الفعل تأتي من اليمنيين ويضطر المجتمع الدولي بناء على ما يحدث في الساحة اليمنية. لكن هذا التقرير سيد شيبان، هذا التقرير حوى يعني وقائع وشواهد وأحداث، اليمنيون يعرفون هذه الوقائع، يعني كثيرون يقولون ما الجديد الذي أتى به التقرير؟ لا أعرف إن أنت كباحث في هذا الموضوع رأيت جديدا أتى به التقرير لا يعلمه الناس، يعني لذلك هنا الحديث عن هذا التقرير وتأثيره في المجتمع الدولي، يعني بعيدا عن مسألة الاعتماد على المجتمع الدولي من غيره. خلينا نوضح لك النقطة الأساسية. هذا التقرير هذا يصاغ على مدى عام، يعني ربما لا يعرف الكثيرون، نحن نساعد بعض الأحيان الخبراء العاملين في لجنة الخبراء في الوصول إلى بعض هذه النتائج، هم مهمتهم أن يعرضوها على طبعا جزء كبير يعرض على مجلس الأمن، ثم بالتوافق في مجلس الأمن يقرروا ما الذي سوف يعلن وما الذي يظل داخل أروقة الأمم المتحدة. الإشكالية التي ننطلق فيها هي المشكلة. هذا التقرير هو يوثق مثل ما أنت ذكرت، هو يوثق الحقائق. المجتمع الدولي منذ فترة خصوصا بعد العام 2014 ترك مسألة اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك أنا منذ فترة أقول لليمنيين أن عليهم إدارة مصالحهم بالتنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية فيما يخدم مصلحة البلدين، بحيث لا تقوض مصلحة اليمنيين ولا المصالح الحيوية والحقيقية. لكن هذا التقرير سيد شيبان، هذا التقرير يتحدث عن تقويض من التحالف، يعني التحالف لم يقدم الدعم الكافي للحكومة الشرعية بل ويقوم بتقويضها كما تشير نقاط، إذن صحيح كيف صحيح. يفهم الأمر؟ لكن نريد أن نضع الأمور بمجملها حتى نستطيع أن نستوعبها. هناك إشكالية حقيقية في تعامل الحكومة اليمنية وتعامل اليمنيين مع ما ننتظره من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي منذ العام 2015 أوكل الملف اليمني إلى المملكة العربية السعودية، الذي لا يزال لم يستوعب هذه الحقيقة عليه أن يراجع الواقع. النقطة الثانية، نحن الآن في العام 2020 نشهد أعلى تصعيد منذ العام 2015 تقوم به جماعة الحوثيين. سؤال بسيط مثلا على سبيل المثال، أين هو دور الحكومة اليمنية؟ لماذا ليس هناك إلى اليوم لا يوجد تصريح واحد
من مسؤول مختص داخل الحكومة اليمنية في أي جهة. يعني إذا نحن نريد المحيط والمجتمع الدولي أن يتعامل معنا باحترام، يجب علينا أولا المسؤولين اليمنيين أن يتعاطوا مع اليمنيين أولا. لكن سيد شيبان، يعني الناطق باسم الحكومة تحدث وأعلم وفاة أن هذا التصعيد من قبل الحوثيين، يعني وفاة الحوثيين، الوزراء، النواب إلى آخره. اسمح لي فقط أنهي الفكرة. لا يمكن أن نتوقع أن المجتمع الدولي سوف يتعاطى معنا بشكل مختلف بسبب تقرير واحد صدر. هذا التقرير ليس الوحيد، يعني اللجنة نفسها أصدرت أكثر من تقرير. لا يمكن نتوقع أنه سيتفاعل بطريقة مختلفة، بينما الحكومة التي هي معنية، هي التي تمثل الشعب اليمني في الداخل والخارج، هي لا تتعاطى بنفس المستوى من المسؤولية مع المتغيرات الحقيقية التي تحصل في الأرض. وهذه مشكلة أساسية. إذا نحن لم نستوعب أن المجتمع الدولي لن يتفاعل معنا إلا بناء على كيف يكون هناك تفاعل من الحكومة اليمنية والفاعلين اليمنيين، سنظل في هذه الدوامة، وكل فترة نسأل أين هو المجتمع الدولي، ولماذا لا يقوم، ولماذا لا يقوم أن 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 أن, أن يضغط مثلا على هذا الطرف أو ذاك. تفضل بالبقاء معنا سيد شيبان. فيما يتعلق بانعكاسات هذا التقرير، يتحدث سيد شيبان، يعني سمعت ما قاله، هل يجب على يعني علينا أن نترك هذه التقارير كلها وأن يعني أن يتابع اليمنيون، أو يجدوا طرقا أخرى للضغط ولإحلال الملف اليمني والتحرك فيه؟ ما رأيك بما طرحه سيد شيبان؟ هذه التقارير ينبغي الاستفادة منها، ينبغي البناء عليها. المواجهة تقتضي الاستخدام الرشيد لهذا النوع من القرائن والدلائل التي تمتلك قوة، كونها تصدر عن منظمة دولية معنية بحماية الأمن والاستقرار في العالم، وهي تكتسب صفة الشرعية الدولية. وبالتالي هذه القرائن لا يمكن أن نتجاهلها ونتجاوزها ونبحث عن طرق أخرى. نعم، ينبغي أن ننوع وسائلنا في تحقيق أهدافنا السياسية والاستراتيجية من خلال هذه المواجهة التي لا أفق لها، والتي في حقيقة الأمر باتت أشبه بفوضى في ظل تضارب المصالح وفي ظل غموض الأهداف من جانب التحالف. ينبغي السلوك أكثر من مسار من أجل تحقيق مواجهة كفأة مع المؤامرة التي تحيط بالدولة اليمنية. لكن أنا أعتقد إذا لم يتم الاستفادة أو البناء على تقرير من هذا النوع، وهذا الأمر يعني إذا عجزت السلطة الشرعية أو تقاعست عن الاستفادة من هذه التقارير، فعلى أطراف أخرى في الشرعية، سواء كانت مؤسسات أو أحزاب أو أفراد أو شخصيات، كل من موقعه ينبغي أن يتحرك، خصوصا أولئك الذين لهم قدرة على النفاذ إلى الأروقة الدولية والتأثير من خلال المنتديات ومن خلال. لكنه أشار أيضا سيد شيبان فيما يتعلق بأنه يعني في نهاية المطاف المجتمع الدولي يرى الملف اليمني من منظور السعودية، ويجب الآن بحسب ما فهمت منه أن يتعامل اليمنيون والسعوديون لتحقيق مصالح مشتركة تبني البلدين بهذا المنظور. المشكلة أنه هذا النوع من التكافؤ غير وارد الآن، لأن السعودية كان واحدة من أهدافها هي أن تدمر الطرف المكافئ، والطرف المكافئ لا يمكن أن يكون إلا الدولة اليمنية القوية القادرة التي لها أساس على أرض الواقع. لهذا جرى تجريف نفوذ للدولة اليمنية، لم تعد تقف على أقدامها على الساحة الوطنية، بالتالي ليست كفء للسلطة الشرعية للمملكة العربية السعودية. من المهم طبعا البحث عن مصالح مشتركة، هذا الأمر تفرضه طبيعة الجوار المشترك وهذه الحقيقة الجغرافية التي لا يمكن التملص منها مطلقا. المستقبل سيكون أفضل طبعا من خلال شراكات، من خلال بناء مصالح مشتركة، لكن السعودية لا تريد هذا النوع من البناء. حتى على مستوى الثقافة الاجتماعية هناك تحريض ضد اليمنيين، هناك تحريض، يعني هم أسسوا على مدى العقود الماضية ثقافة مجتمعية في السعودية تنظر إلى المواطن اليمني على أنه إنسان من أجنبي من الدرجة الثانية، يبحث عن فرص عيش وينتمي إلى بلد فقير، مع أن اليمن ليس
بهذا الشكل. السعودية تتحمل جزء كبير من المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن، لأنها ظلت دائما تغذي الفوضى في اليمن، لهذا الشعب اليمني دفع كلف كبيرة جدا. طيب مسألة البحث عن مصالح مشتركة هذا أمر وارد، ولكن المشكلة أن السعودية دائما تدمر مكافئها الموضوعي وهي الدولة اليمنية، وبالتالي مع من يمكن أن نحقق هذا النوع من المصالح؟ فيما يتعلق بالتقرير، أسألك سيد شيبان، يعني التقرير يقولون وضع إجابة للكثير من الأسئلة المتعلقة بالصراع، القوات المفلة، التحالف والشرعية. الآن ما أهمية هذا الأمر في الدفع بالقضية اليمنية في الأوساط الدولية؟ يعني لجنة الخبراء هي وصفت الحادثة، لكن في الأخير المجموعة الدولية هي بناء على المتغيرات أو المصالح التي تراها مناسبة هي سوف تتصرف. النقطة الأساسية أن المجتمع الدولي لا يمتلك يعني سياسة مستقلة، أو خلينا نعتبرها سياسة واضحة معنية فقط بالشأن اليمني. اليمن هو يدخل ضمن سياقات مختلفة، منها علاقتهم مع مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية، منها موضوع قضية الإرهاب، ويكون اليمن تحت هذه البنود المختلفة. ليس هناك سياسة مقررة مختصة باليمن، وخصوصا بعد العام 2014 وحدوث الانقلاب الأولويات تغيرت. كان ربما يكون مشهد مختلف إذا تمكن اليمنيون الوصول إلى مرحلة الانتقال السياسي في اليمن. لكن النقطة المهمة هي الآن أنه على الساسة اليمنيون والمسؤولين والحكومة، لأنها هي من تمثل الشعب اليمني في الداخل والخارج، هي من عليها أن تتصرف كيف تتعامل مع المتغيرات التي حدثت منذ العام 2015. الإشكالية أننا لازلنا نتعاطى بنفس العقلية التي نتحرك فيها في العام 2015 إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، ونحن نتحدث بنفس الآلية، بنفس العقلية، ولازلنا لم نتغير، ولا زالت حتى المبررات بالنسبة لنا في الأخير 4-5 سنوات أكيد المجتمع الدولي سيمل، كان يعتقد أنه ربما المعركة ستنتهي في أول سنة في ثاني سنة، ولكن يشعر أن المسألة طالت. في الأخير إذا كانت المسألة مزعجة يقول لك حاولوا الوصول إلى تسوية حتى لو كانت غير مرضية، حتى إن لم تكن منصفة، أي حل هو أفضل من استمرار الحرب. النقطة الثانية والمهمة هي أن السلطة اليمنية المثلة بالحكومة الشرعية سلطاتها تتآكل بسبب عاملين. صحيح أن هناك عامل خارجي، ولكن العامل الداخلي هو عامل مهم جدا، أسهم بشكل كبير في إضعاف السلطة معنويا وسياسيا وحتى مؤسساتيا داخل الدولة. السلطة مثلا بمعنوياتها عندما لا يجد لا وزير الدفاع يتحدث، لا نائب الرئيس يتحدث، لا رئيس الجمهورية يتحدث على أحداث مهمة جدا تحدث داخل مثلا محافظة نيم ومحافظة الجوف وبالأمس قصف على محافظة مأرب، بالتأكيد هذه السلطة المعنوية تتآكل، وهذا الشيء لا ينعكس فقط على داخل اليمني، ينعكس مشكلة. كذلك على رأي المجتمع الدولي في كيفية الخروج من هذه الأزمة. لذلك أنا دائما أدعي أنه إذا أردنا أن يتعامل معنا المجتمع الدولي بطريقة مختلفة علينا أن نتعاطى أولا مع الملف بشكل مختلف، وإلا سنظل في هذه الدوامة ونعتقد أن هناك فقط مؤامرة دولية تحاك من حولنا، ونحن ليس لدينا لا حول ولا قوة، بينما الأدوات التي كانت بإمكاننا نحن أن نستخدمها في يعني يا أخي جماعة الحوثي مفروض عليها عقوبات، أصحابها لا يستطيعوا حتى السفر، ومع ذلك يحاولوا تغيير الواقع على الميدان، لأنهم يعرفوا إذا تغير الواقع سيضطر المجتمع الدولي بالتعامل معهم. شكرا لك سيد البراء شيبان الباحث، كنت معنا عبر الهاتف من لندن على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بسؤال أخير وقد يكون مفتتح لحلقة الغد إذا كانت يعني ستستمر في بقية الملفات التقرير، يعني التقرير يتحدث أو يسلط الضوء على تبعثر القوات في مناطق الشرعية ما بين حراس جمهورية، يتحدث عن أحزمة أمنية نخب مناطقية وقوات الجيش، فيما يتحدث أيضا قوات حوثيين تشكل قوة عسكرية وأمنية موحدة.
هل يمثل ذلك خلاصة الوضع الذي تعيشه اليمن؟ نعم، هذا هو التعبير الحقيقي عن المؤامرة التي يقودها التحالف ضد السلطة الشرعية. هذا نوع من أنواع الاستهداف والتآكل المقصود في نفوذ السلطة الشرعية عندما تفكك قواها الخشنة إلى كتل تعمل بشكل منفصل وضمن أجندات منفصلة وربما متصارعة، بل متصارعة طبعا. هذه التشكيلات تواجهت حتى مع السلطة الشرعية في عدن. أريد أن أقول أنه لا ينبغي أن ننشغل بمسألة إقناع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هو طرف في محاربة الربيع اليمني، كما هو طرف في محاربة الربيع العربي. القوى الغربية تآمرت على مصر وتآمرت على تونس وتتآمر اليوم على سوريا وتتآمر على ليبيا. تنخرط قوى كبرى في محاربة السلطة الشرعية في ليبيا، روسيا وهي عضو في مجلس الأمن، فرنسا وهي عضو في مجلس الأمن. هاتان الدولتان تقاتلان نيابة عن حفتر. ينبغي في اليمن صحيح أنهما لا يقاتلان، لكن منح تفويض كامل للسعودية والإمارات، والسعودية والإمارات ليس فقط شركاء اقتصاديين أو تجار أو مشتري سلاح رئيسيين، لا، هم أيضا أدوات وأنظمة وظيفية في المنطقة تخدم الفكرة الاستعمارية ومشروع الهيمنة الغربية. وبالتالي نحن في حالة مواجهة حتى مع المجتمع الدولي، والحوثيين هم أيضا جزء أو أداة من الأوائل. من الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء؟ الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء هو المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية والإمارات. الجميع تآمر ضد ثورة 11 من فبراير وحاول إجهاضها بهذه الطريقة القذرة، ولهذا لا ينبغي إجراء المقارنات بهدف إظهار السلطة الشرعية على أنها لا تساوي شيئا والحوثيين لديهم خيارات. لا، نحن مبتلين أيضا برموز السلطة الشرعية، لأن هؤلاء الرموز فرضوا علينا من هذا المجتمع الدولي، لأنهم هذا المجتمع الدولي رفضا قاطعا أن يتولى المسؤولية في سلطتنا الشرعية من يعبر عنها بشكل دقيق وصريح. أشكرك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني على تواجدك معنا. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.